فالإنسان المسلم الأصل في عمله أن يكون للآخرة، هذا هو الأصل. يعني كم نعيش في هذه الدنيا؟ كم سنعيش؟ 50 60 70 80؟ كم سنعيش في هذه الدنيا؟ وكم سنعيش في البرزخ؟ وكم سنعيش في الآخرة؟ العاقل يقدرها صح، هذا العاقل يقدرها صح. يعني الآن بالنسبة لي أعطيكم مثال، إحنا الآن 1437 صح؟ عثمان بن عفان استشهد سنة 36 من الهجرة، يعني آخر 35 طيب في ذي الحجة. يعني الآن كم صار له في قبره؟ 1400 سنة، 1400 سنة بحياة البرزخ. الآن إلى متى سيستمر في قبره؟ الله أعلم، بعد 1000 سنة 2000 سنة، الله أعلم متى تكون الساعة. هذه الحياة 1400 أو 2000 أو 2000 وشيء، ألا تستحق أن يعمل لها الإنسان حتى يسعد فيها؟ وكم هذه الحياة التي نعيشها؟ 50 60 70 سنة؟ ما شيل منها 10 سنوات طفولة، شيل منها 10 سنوات مرض، شيل منها 20 سنة نوم، شيل هالدنيا هذه اللي يترك مثلا كل شيء لأجلها. ثم تعال حياة الآخرة، حياة الأبدية السرمدية الدائمة التي ليس بعدها موت، سواء كان في الجنة أو في النار، صلى الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. لا تستحق أن يعمل لها الإنسان ويجتهد لها بدل هذه الحياة التافهة؟